تحية لجميع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد. بالنسبة للفوج ديال 10 أساتذة وأستاذات المحاكمين أو المتابعين اليوم منذ يوم 2 مارس 2022 واللي كيتحكموا بالتهم الجنائية في محكمة الاستئناف. اليوم كانت آخر جلسات ديال التحقيق مع قاضي أو جلسات استماع مع قاضي التحقيق في انتظار الإحالة ديال هاد المتابعين على وكيل الملك أو على المحكمة الابتدائية. إذا في انتظار هاد الإحالة نؤكد دائما حضورنا اليوم هو تأكيد لاستمرار في المعركة واستمرار في البرنامج النضالي للاستراتيجية التنسيقية، وأيضا تشبتنا بمطلبنا العادل والمشروع اللي هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. لهذا يأتي وفي هذا السياق يأتي هذا البرنامج النضالي الذي يحدد أسبوع إضراب وتتخلى أشكال موازية إقليمية وجهوية في جميع يعني أقاليم وجهات المملكة. طبعا احنا كنشوفوا هذه المتابعات بانها متابعات سوريه وكيديه، لان الاساتذه تم اعتقالهم خلال يعني ممارستهم حق الاضراب وحق الاحتجاج بشكل سلمي في شوارع الرباط، وبالتالي فليس هناك اي مبرر لاعتقال هذه الاساتذه. ونقول بان اسقاط التهم وحريه الاساتذه امر ملح وغيره يكون يعني
تاريخ اسود في تاريخ هذه البلاد. طبعا كما قلت بان هاد الاساتذه تم اعتقالهم على خلفيه نضالاتهم السلميه، وبالتالي ليس هناك اي ما يبرر اعتقال هاد الاساتذه. بخصوص الملف ككل، نحن نرفض يعني الحوار او الجلوس في طاوله الحوار تحت ارضيه النظام الاساسي الجديد. هذا النظام الاساسي الجديد اللي من الاسم يتضح بانه خارج المضيفه العموميه، واسمه النظام الاساسي لمهن التربيه والتكوين بدل النظام الاساسي لموظفي الوزاره الذي كان سابقا. اي جلوس تحت هذه الارضيه يعد يعني اجابه او تهرب من الاجابه على المطلب الاساسي والوحيد والاوحد للاساتذه المفروض عليهم التعاقد، اللي هو الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه. هذا اليوم هذا قدام محكمة الاستئناف بالرباط كيجي في إطار الدراما المخزنية اللي عودتنا دائما ان الاعتقالات تاع السوفية، المصادرة ديال الحق في التعبير. اليوم كنشوفوا أساتذة الذين فرض عليهم التعاقد محاكمات امام محكمة الاستئناف. هذه المواقف هذه لا تخدم ابدا المصلحة ديال الوطن، ولا تخدم بتاتا المصلحة ديال المواطن المغربي، لأنه مهما طالت هذه المحاكمة السورية التعسفية كنشوفوا أولاد المغاربة في الشوارع، كتكون هناك إضرابات، كتكون هناك هدر في الزمن المدرسي. المقاربة دائما نقول في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المقاربة دائما كتكون في إطار الحوار الاجتماعي، حلول تواصل بين جميع الفرقاء. الاعتقالات تؤجج الاحتجاجات. الاعتقالات الحرية ديال التعبير كذلك لن تزيد إلا بلة. وتحية للجميع من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.